لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد ويوم كله بهجة وكله فقرات فنية مخصوص لعيد الأضحى المبارك واحتفالنا بالعيد. اسم المصريين اسم عزيز على قلوبنا كلنا، وهي اسم الفرقة اللي أسسها الموسيقار الكبير هاني شنودة سنة 77. أعتقد كلنا عارفين أغاني فرقة المصريين، كلنا اتربينا عليها وكلنا حافظينها، وإحنا نفسنا غنينا لكم أغنيتين منها في البداية، فلازم تكونوا كلكم خلاص عارفينها. فنانين ومبدعين طبعاً. النهارده بيحتفل معانا الفنان الموسيقار الكبير هاني شنودة بتاني يوم العيد ومنورنا في الاستوديو. صباح الخير. كل سنة وأنتم طيبين جميعاً. وحضرتك طيب. أولاً يعني نورتنا أكيد. ربنا يخليكي. كان ممكن تسميها فرقة هاني شنودة مثلاً، كان ممكن تسميها أي اسم في الدنيا، إشمعنى المصريين؟ ما أنا هقول لك بقى. أي واحد يسمي الفرقة باسمه ما تبقاش فرقة. تبقى ايه؟ لا، ما هو الفرقة عمل جماعي. صحيح. يعني الفرد يدوب في الجماعة. انما لو اتسمت باسم الفرد يبقى الافراد دايبين في الجماعة، وده اللي احنا ما كناش عايزين، اللي ما كنتش عايزه. تمام. كنت نفسي المصريين يتعلموا العمل الجماعي. واحنا شايفين دلوقتي ان مش بس في وحدة، ده في عملاقة للشركات، في حاجة اسمها الوحدة الاوروبية. طبعا. مش بس كده، أمريكا بتتحد مع المكسيك ومع كندا. هي أمريكا محتاجة الاتحاد قوة، ويد الله مع الجماعة. احنا نقول كلام ما ننفذوش، أنا بتكلم جد والله. صحيح. يد صحيح. الله مع الجماعة. يبقى ليه بعمل فرقة أسميها فرقة هاني شنودة؟ أسميها باسم كل واحد يبقى فخور إن هو من المصريين. صحيح. مش أنا بقى يبقى فخور إن هو من جماعة هاني شنودة، ملهاش معنى. صحيح. حتى لما حضرتك تلاقي ايه جروب فلان الفلاني، ما ملوش معنى. جروب كذا، يعني انا افضل جروب باسم ملوش دعوه باسم الفرد. طب مصريين ابتدت في السبعينات وكلنا عارفين ان هي يعني بدات من زمان جدا، وبعدين توقفت بعد 10 سنين. الوقفه دي كانت ليه؟ انا مش هبقى فاكر 10 سنين ولا لا، بس الوقفه دي لان ايمان يونس تزوجت وقعدت في البيت. ايوه. فطبعا نجمه الفرقه، ما كناش عاملين حسابنا على الموضوع ده. لا، بعد الشريط الرابع لغايه ما لقينا حد نجمه تانيه تحل محلها اللي كانت منى عزيز. قومنا الفرقه تاني لغايه ما منى عزيز اتجوزت وسافرت سويسرا. قعدنا تاني لغايه ما ايمان قالت انا يعني دلوقتي ظروفي تسمح ان انا ارجع للغنى، رجعنا تاني. يعني دي بالنسبه لك مهمه قوي، يعني لان احنا عندنا اغنيه اسمها ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح. اللي تغنيها تتجوز على طول، الظاهر فيها عكوسات. فكره غنيناها النهارده اول ما ابتدينا الحلقه غنيناها الصبح. يبقى ان شاء الله هتسلم. هتسلم. طيب، فكره المصريين الحقيقه النجاح الكبير قوي اللي نجحته في السبعينيات بالنسبه لي انا كانت مش بس مفاجأة، كانت شيء لازم يدرس ويدرس موسيقيا ويدرس اجتماعيا وفنيا لأجيال جاية، إنها لما أعاد تاني أو أعيد تاني إحياء المصريين بعناصر شابة جديدة، وده الكلام ده في خلال السنوات اللي فاتت نجحت. يمكن كمان يعني زي ما بيقولوا كمان النجاح أضعف كمان من اللي نجحته في السبعينات، وطبعا دي حاجة أكيد ما كانتش سهلة خالص. كانت السر في دائي الفورمولا ده كانت في دائي إنك تعيد. أنت قلت كلمة حلوة، الفورمولا. أنا هرجع معاك للسبعينات. انت عارف ان كانت الموسيقى في مصر والاغنيه مونوفونيك. يعني ايه مونوفونيك؟ احاديه. يعني اللي بيغنيه المطرب بيعمله الكمانجا، بتعمله الشيلو، بيعمله الكونترباس، بيعمله كل حاجه ما عدا الايقاع طبعا. احنا ابتدينا، انا ابتديته الحقيقه من محمد منير الشريط الاولاني اللي هو علموني عينيك اسافر، اللي كان اسمه في الوقت ده امانه يا بحر، وهبقى احكي لكم الحكايه دي. لكن انا ابتديت الحكايه دي ان ايه، مفيش حاجه اسمها بونفونيك. مونوفونيك. انا اجيب الناس بتوعي، تحسين يلمز الله يرحمه اللي عملت بيهم فرقه المصريين بعد كده. في بقى لاين بيس، وفي الكتريك جيتار، ريذم جيتار، والاغنيه معموله على هارموني. حتى اغاني الاستاذ احمد منيب انا خدتها وعملت توزيع لها وعملناها كده. تنزل الاغنيه متلحنه بتوزيعها، مفيش حاجه اسمها نلحنها ونجيب موزع يوزع حته وحته لا، لان الحته دي فيها ربع تون ما تنفعش، ودي فيها مش عارف ايه تنفع وكذا والكلام ده. طبعا النجاح كان مذهل. ليه؟ كلمه جديده. خلي بالك بقى، احنا طبعا مختلفه وخفيفه جدا وقتها واجتماعيه. كويس. لحن جديد لانه مباشر ومفيش اعادات.
يعني ما 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 فيش اي حاجه بتتعاد. بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه، لا عندي لبس مش الشكل التقليدي جميل خالص، توزيع جديد لان هارموني وبيس لاين ما كانش في حاجه اسمها بيس جيتار ولا درامز في الاغنيه المصريه في التوزيع زي ما هي كده. والغنى كان جديد لان دي مطربه من الكونسرفاتوار وممدوح اسم الله يرحمه اللي هو بيقول ما تحسبوش يا بنات ده برضه من الكونسرفاتوار، فالموضوع كله كان جديد في جديد في جديد. ده السبنتيز، لكن لما عاد بقى احياء تاني في التوثاوزنز او يعني في الالفينيات، يعني تعتقد يا فندم ايه سر انها نجحت في الحالتين نفس النجاح؟ انا اعتقد بقى النجاح الجديد عباره عن التحام الخبره اللي هو ايمان يونس دلوقتي بقى سنها يسمح، وهاني شنوده اللي انا دلوقتي 67 سنه ولا يبين ما شاء الله 67 سنة لما اشتغل مع واحد عنده 20 سنة اكيد هو هيضيف لي زي ما انا هضيف له، بل هو بيضيف لي اكتر لانه بيضيف لي ايه، ما تيجي نعمل الاقتحام ده وحماسة الشباب وحلاوة الشباب واللبس اللي بيقولوا عليه غوش والمش عارف ايه وكل الحاجات دي اضافات وبهارات اما اتحطت على الاغاني تاني ابتدت تعمل حاجة. زائد ان الخبرة بتمنع الناس انها تعمل حاجة مش ولا بد مش عارف ايه. يعني انا مثلا تديهم الجايدنس يعني بالظبط، انا في كلام اغاني ما اعملوش ولا بفلوس الارض لان ايه، انا شايف بلدي قدام عينيا وشايف ولادي لازم يبقوا فخورين ابونا ما عملش غير اغنية كويسة. فاحنا لما مسكنا الاغنية الاجتماعية قلنا على مشاكل مصر كلها من كل النواحي، مين تاني هيقول ما الفرق ما بيني وبين والدي مسألة السن، بيقوله لما كان قدي كان زي الجن عايش كده على كيفه. المهم حب الناس والناس حبوه، بس المرة الناس عاتبوه على انه مش زي ابوه، رد وقال انا ابن حلال والفرق ما بيني وبين والدي اللي هو بقى جد اللي بيتكلم مسألة السن. دي مشكلة اجتماعية مهمة جدا، حرية حرية والدنيا حرية، لا تحكم في حبيبي ولا يتحكم فيا. انت تحب القمصان الصيفي ما اقولش دي خفيفة، وانا احب المغنى الريفي ما تقولش دي سخيفة، الاغلال اللي في ايدينا هي دي المخيفة، لو بتحبني فك ايديا. شوف بقى الكوبليه الاخراني، انا بديك الحق تسيبني وقت ما قلبك يسلى، اديني الحرية اسيبك تلقى حبنا يعلى، ما يهونش على حد يهده بعد ما شافه بيغلى، الحرية مسؤولية. جميل، كل الموضوعات القريبه من قلوبنا اللي احنا عايشينها كل يوم، عشان كده اعتقد الناس بتبقى يعني لما بتسمعها بتحسها اكتر، بس بتحبها هي عشان كده. كانت على فكره ايامها اياميها لان كان كل الغنى عن الحب اللي هو من طرف واحد اللي احنا اعتبرناه حب مرضي، على فكره حب من طرف واحد يعني اتنين ما فيهوش فخر بالراجل كده، كان دايما يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا مش عارف ايه كذا، يعني واحد عايز يبقى شبشب او امنيته يبقى ابقاب، يعني مش دي قصتي، يعني ما اقدرش اتمشى على شط النيل كده واقول يا شبشب، ما مش انا مش عايز ابقى شبشب، عايز ابقى راجل محترم 24 واللي احبها تبقى محترمه كمان خلي بالك. فكان دايما ليه انت بتعمل كذا وانا ما بعملش، ليه انا اجيب لك هديه وانت ما تجيش، ليه دايما محاسبه. احنا تبنينا الاغنيه اللي هي حب للحب، واحد بيقول لحبيبته او بيقول لمراته او واقول لك انا ليه بحبك انت ليه، ومن اول دقيقه لقيت فيك الصفاء لقيت فيك النقاء لقيت فيك الحقيقه الى اخر الاغنيه، ما فيش بقى اي قصه ايه انت تعملي وانا ما اعملش لوم وعتاب ما فيش اي لوم وعتاب. بس بقى اياميها كان الكلام ده مذهل، بتبكي بتبكي ليه، ندمانه اعمل لك ايه، ما انت اللي اخترتيه وعليا فضل، كلام زي ما يكون حوار بين اتنين مظبوط. طلعت بقى علينا اشاعات وبتاعات وبتاع ايه اجندات برضو ولا ايه كل اجندات ايوه بس هي كان لها تمويل خارجي اكيد، ده في ناس قالوا ايه قالوا هي نفس اللي هو اسطمبه معروف محفوظه محفوظه بس بيتغير العنوان يعني طب يعني تمويل خارجي، طب كويس ما كنتش اجنده. اول الثوره كان ايدي خفيه تلعب في الخفاء، صحيح اللي هو ايه الخفاء ده ما نعرفش مع ان حتى الايدي الخفيه لازم تلعب في العلن، هتلعب في الخفاء ازاي، اللي هي وتمويل خارجي واجندات و صحيح. فانت عشان بتغنوا اغاني الحب وكده كنت تمويل خارجي فرنسي؟ أيوة. اكيد ايوه لان ايه، لا هم قالوا علينا
هانش واخد تمويل من الفاتيكان لتبويز الاغنيه العربيه ده في الصحافه وكده وكلام كده قوي قوي يعني ده عدى تخيلي اصلا الله العظيم الله اولا مش بس الفاتيكان ولا بتاع لغايه النهارده ما فيش تمويل عندي يعني لغايه النهارده انا واحد من الناس اللي هم عملوش فلوس يا ريت كان حد اداني حاجه. طيب احنا النهارده عندنا تقرير عن اخر حفلات المصريين اللي عايز اقول لكم بتبقى مش كومبلي وعايزين نتكلم في موضوع العلب والحاجات الكرييتيف جدا الخلاقه جدا اللي بتعملوها من ورانا. ايه نروح نشوف هذا التقرير عن احدى اهم الفرق المصريه اللي فعلا غيرت مسار الاغنيه على مدى 30 سنه يمكن. هنخليهم 30 عشان هم اكتر شويه اللي فاتوا خليكم معانا. لا اكتر من 30 انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك Yeah.